مثالي بتحبي عصير قمر الدين؟ اكيد سمار قمر الدين وغيره من المشروبات الرمضانيه اكيد لها فوائد، ولكن قليل منه لانه فيها سكر. طبعا المشمش هو منقوع مشمش بيكون، فكتير فوائده كثير للبشره ظريفه. العديد من الفوائد. خلينا نتعرف اكثر، قد يكون عصير قمر الدين مشروبك الرمضاني المفضل، فهو عباره عن عجينه المشمش المجفف والغني بالعديد من العناصر الغذائيه الضروريه. فوائد عديده لقمر الدين نتعرف عليها في الماده التاليه. قمر الدين هو عبارة عن الفواكه المجففة من المشمش، وتشتهر بها بلاد الشام. يصنع قمر الدين عن طريق عصر المشمش الطازج، ومن ثم إضافة كمية من السكر وغليها على النار، ليتم بعد ذلك تجفيفه ويقطع على شكل طبقات. فوائد قمر الدين: يحتوي على الكثير من المعادن كالبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والصوديوم والفيتامينات المختلفة، ويساعد في علاج الكثير من الأمراض كالإسهال والإمساك ومشاكل المعدة، كما أنه مفيد في علاج مرض فقر الدم، وذلك لغناه بالحديد الذي يحتاج إليه مريض فقر الدم. مشروب بنوجد بكثرة على موائد رمضان، وممكن بكاسة صغيرة نقدر نختصر الكثير من المشكلات الصحية. تبقوا بخير. محطتنا رمضانية سمر بعد هالتقرير رح نروح فيها لنحكي أكيد عن التغذية. يمكن كتار خلال شهر رمضان المبارك بيتعرضوا لخسارة بالوزن نتيجة الصيام، يمكن لفترات طويلة، أو مثل ما بيقولوا له أحيانا صيام بيشبه الصيام المتقطع ولكن هو دفعة واحدة حيكون. بعض الآخر بالعكس عم يكسب وزن زائد. سؤال: كيف فينا نحافظ على وزن صحي؟ يعني أكيد لازم نتبع قواعد غذائية، كل هالتفاصيل رح تخبرنا عنها وتجاوبنا عن أسئلتها اختصاصية التغذية أريج درويش. يسعد صباحك أريج، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. أهلا وسهلا. يسعد صباحك أريج وأهلا وسهلا فيكي. في البداية مثل ما تابعنا التقرير عن عصير قمر الدين، خلينا نحكي عن فوائده عن أضراره، شو رأيك فيه؟ هلا هو من أهم المشروبات الرمضانية اللي تقريبا بتنوجد مثل ما قلتوا على كل موائد رمضان. هلا إحنا في عنا كثير من أنواع المشروبات الرمضانية، منا التمر الهندي، منا قمر الدين، منا الكركدية اللي ما كتير نحنا نستعمله. بس كنا نحكي شوي عن قمر الدين، كمية السكر فيه شوي عالية، بيحتوي على كمية من الفيتامينات ومن المعادن نوعا ما منيحة، بس لما بناخده يوميا وبكميات كبيرة فنحنا هون بنكون عم ندخل كميات عالية من السكر، فهذا الشيء بخلينا نحنا نكسب وزن بآخر شهر رمضان. يعني نحنا عم نقول انه كل يوم كاسة بمعدل 30 كاسة بالشهر، فهني نوعا ما كتيرة، فيفضل انه ما ناخده يوميا، ممكن 3 مرات لـ4 مرات بالاسبوع. افضل المشروبات اللي ممكن نحن اول شيء تخفف لنا العطش خلال اوقات الصيام وتمدنا بكميه منيحه من الفيتامينات والمعادن هي الكركديه، جدا مفيده، جدا ضروريه، ولازم تكون موجوده بشكل يومي على وجبات رمضان. نعم، يعني أريج ذكرتي نقطة كثير مهمة، هي الاعتدال أيضا بشرب عصائر رمضان، وخاصة يعني كثير عم نشوف عالم أنه على وقت الفطور بدها تبلش لازم بكاسة مي وتمر، عم تبلش بكاسة جلاب أو منقوع، فقديش كمان لازم يديروا بالهم من هالقصة؟ مثل ما ذكرنا بالمقدمة في منهم عم يخسروا وزن وفي منهم عم يزيدوا وزن، هل هذا الشيء بسبب زيادة وزن؟ أكيد، كثير بلاحظ هي القصة، حتى مو ما بيكتفوا بكاسة، أحيانا بيشربوا كاستين أو 3 كاسات من الجلاب قبل حتى ما يبلشوا بوجبة الأكل. تمام. هلا هذا الشيء حيأثر سلبا بكثير قصص، القصة الأولى أول شيء إنه نحن بنكون عم ناخذ كمية كثير عالية من السكر، فهذا الشيء حيخلينا نجوع أكثر، نحن بنعرف إنه كل ما ارتفع كمية السكر حيزداد إفراز الأنسولين، وبالتالي حيصير في عنا جوع لفترات أطول، فنحن الكمية اللي رح ناخذها من الوجبة الغذائية أو الوجبة الرئيسية
بيصير لازم ناخذها حتكون خفيفه، فبعد فتره ملاحظ انه نحن حيصير في عندنا جوع اكثر. نعم. هلا هون بدنا نركز نحن بوجبه الافطار بدها تكون بتراتبيه معينه. اول شيء المفروض نحن نبلش اكيد بكاسه مي مع حبه او حبتين تمر، كمان ما ناخذ 7 أو 8 حبات تمر لانه بنكون نحن عم ناخذ كميه سكر كمان كثير عاليه وعم نخفف من الوجبه الرئيسيه اللي ضروريه جدا. المرحله الثانيه المفروض تحتوي على الشوربات، طبعا لما بدنا نختار الشوربات نحاول نبتعد شوي عن الشوربات اللي بتحتوي على الكريمات مثل البشاميل او الحليب بكميات عاليه لانه كمان هي فيها كميه دسم عاليه بالاضافه لانه حتخلينا نعطش اكثر. نحاول نركز اكثر على المشروبات اللي بتحتوي على الخضار او البقوليات، يعني مثل شوربه العدس كثير مفيده وكثير صحيه خلال شهر رمضان. واكيد السلطه اللي بدها تكون كمان موجوده نحاول ننوع قد ما فينا، مو كل يوم ناكل نفس نوع السلطه لحتى نقدر ناخذ نحن كميه الفيتامينات اللي لازمتنا. نعم. ولما بنوصل للوجبه الرئيسيه اغلب الاوقات هي بتكون مكونه من نشويات وبروتينات، فنحن اذا بدنا نحاول نخسر وزن خلال شهر رمضان المفروض انه نبلش بالبروتين اول، يعني اذا كان في دجاج او لحمه او نوع من البقوليات نحاول ناكله هو اول شيء، بعدين النشويات ان كانت بطاطا او رز، فنحن هون بنشبع اسرع وبنخفف كميه النشويات اللي نحن بناخذها. ريجي كثير بنسمع بشهر رمضان المبارك سيدات مثلا بيشتكوا انا كثير مثلا اما جسمي عمل بلوك او انا زاد وزني خلال شهر رمضان المبارك، بالمقابل في عنا سيدات عم بينحفوا بشكل كتير كبير بشهر رمضان، خلينا نحكي شو السبب بهذا الموضوع؟ هلا اول شيء نحكي عن ثبات الوزن، الاشخاص اللي بيعانوا من ثبات الوزن، طبعا ثبات الوزن مشكله بيعانوا منها كثير من الاشخاص بشهر رمضان او حتى خارج شهر رمضان، جسمه بيعمل بلوك وما عاد بنخسر وزن، اسبابه كثيره، اهم هي الاسباب انه ممكن يكون في عندنا نحن اسباب وراثيه، اذا كان في عندنا كميه دهون كثير عاليه كل ما كثرت كميه الدهون كل ما كان حرق الدهون اصعب. الفكرة الثانية انه قلة السوائل كثير بنعاني منها، كثير اشخاص بيتبعوا حميات وبيعملوا انظمة غذائية وبيلعبوا رياضة وبنلاقي نزول وزنهم اذا ما كان بالحد الطبيعي اقل بيكون، فهي المشكلة غالبا بتكون بكمية السوائل اللي عم ناخذها لانه نحن اطراح الدهون عن طريق تنفس تعرق تبول، فاذا نحن اساسا في عندنا نقص بالسوائل ونقص بترطيب الجسم فجسمنا ما رح يقدر يتعامل مع تصريف هي الدهون بنسبة صحيحة. نعم. فبنلاحظ انه بصير في عندنا بطء بنزول الوزن. كمان في عنا اسباب احيانا بتكون هرمونيه مثل مبايض او خلل بافراز الغده الدرقيه. نعم. فنحن اذا عنا مشكله بهدول القصص لازم اول شيء نعالج بعدين نشتغل كتغذيه. اما الاشخاص اللي بيخسروا وزن بكميات كثير عاليه فنحن هون غالبا بيكون في عندهم كتله عضليه كثير قويه او كثير نسبتها عاليه، نحن الكتله العضليه هي المسؤوله عن الحرق بالجسم طبعا، فكثير حتى الرياضيين احيانا تلاقيه هو قاعد عم يعرق جسمه عم يحرق لانه فيه كتله عضليه عاليه، فهون كمان بدنا نشتغل شوي على نوعيه الاكل، بدنا نكتر من كميه البروتين شوي. في عندنا فكره كثير مهمه، الدهن بيحرق دهن، نحن دائما بنخاف من الدهن انه هو بيسبب لنا زياده بالوزن، بس لما بنكون عم ناخذ دهون صحيه يعني زيت زيتون، المكسرات، الافوكادو يلي بيحتوي على دهون صحيحه بالعكس بنكون نحن عم نزيد افراز هرمون الشبع، لانه هرمون الشبع اللي هو الليبتين بينفرز من الغدد الدهنيه الموجوده بالجسم، بس ما بينفرز اذا ما كان في اساسا دهن بالجسم، بس هون بدنا ننتبه لطبيعه الدهن اللي عم ناخذها لازم تكون صحيه لحتى نقدر نحن نستفيد منها صح، ما نتجه للاكل الجاهز والاشياء المقليه. نعم. يمكن أريج هلا جاوبتي على كثير اسئله، بيقولوا الافوكادو بيسمن، المكسرات بتسمن، اكيد لا باعتدال. تماما. مثل ما بنعرف شهر رمضان هو غير انه هو فرصه للانسان يتقرب من رب العالمين، أكيد. وايضا هو فرصه لينظف الشخص جسمه من الشوائب من الاكل الغير منتظم، بالضبط. يعني شهر رمضان كثير اشخاص بتنتظره لتنظم اكله ومواعيد اكله، قد ايه لازم يستفيدوا من هذا الشيء؟ طبعا ضمن تعليمات معينه مثل ما ذكرنا ببدايه حديثك أريج. العصير. تماما. هلا نحن لازم قبل ما يبلش شهر رمضان بعشر ايام لاسبوع نبلش شوي نعدل بنظامنا الغذائي حتى ما يصير في عندنا تعب كثير لما بنبلش بالصيام. طبعا مثل ما ذكرتي بالمقدمه انه هو بيشبه الصيام المتقطع، هو تماما هيك. هلا احنا عم بيكون في عندنا فتره الصيام طويله تقريبا عم بتكون احيانا 16 ساعه. تمام. هذا الشيء كثير مهم. هلا احنا بفتره الصيام المتقطع نحن مسموح بهي الفتره انه نشرب سوائل، بس طبعا مي او زهورات او اشياء ما بتحتوي على السكر. بينما بشهر رمضان حتكون عندنا فرصه انه نحن نقطع حتى هي المشروبات. هذا الشيء اول شيء بيساعد على تنظيم افراز هرمونات الجسم بنسبه كثير عاليه، بيساعد على ضبط الانسولين بالجسم. هلا احنا في عندنا هرمونات بتتعارض بشكل عكسي بالافراز، لما بيكون في عندنا نحن خلال فترات الصيام الانسولين عم ينفرز بكميه ثابته، هذا الشيء اذا نحن قدرنا ننظم اكلنا بطريقه صحيحه بوجبه الافطار او خلال فتره الافطار، هذا الشيء بخلينا نحن نضل محافظين عليه حتى بعد ما بنخلص من شهر رمضان الكريم، بنضل نحن عندنا
تنظيم صحيح. فنحن الأشخاص أحيانا اللي متعودين على 5 وجبات أو 6 وجبات بالنهار، مفروض قبل شهر رمضان بأسبوع تقريبا يبلشوا يخففوا هاي الوجبات ل3 وجبات لحتى يقدروا يخففوا من التعب اللي ممكن يحسوا فيه. وفي عنا شغلة كتير مهمة على وجبة السحور، ووجبة السحور جدا ضرورية ومهمة. هون بدنا نحكي عن موضوع عن جد كتير مهم، كتير من السيدات أو الأشخاص يلي حابين يعملوا دايت خلال شهر رمضان المبارك أو ينزل وزنهم بشكل معقول، يعني بدهم ينحفوا 2 أو 3 كيلو خلال هذا الشهر، بيقولوا بيقطعوا السحور. خلينا نحكي عن موضوع السحور، أو بالسحور بيشربوا لبن بالإضافة للتمر. خلينا نحكي عن هذا الموضوع ونصائح أكيد لكل حدا عم يتابعنا اليوم. وجبة السحور كتير ضرورية، حتى الأشخاص اللي بدها تنزل وزنها بالعكس هي أهم من وجبة الإفطار بتكون، لأن وجبة السحور إذا أخذناها بشكل منتظم بشكل متناسب هي اللي حتقدر تخلينا نحافظ على صيامنا خلال فترة الصيام. ففي عنا شوية تعليمات نلتزم فيها. أول شيء على وجبة السحور ما لازم يكون في عنا كمية عالية من الدهون، يعني مو إذا بقيان شيء من الإفطار أو رز أو شيء ناكله على وجبة السحور. وجبة السحور هي مشابهة لوجبة الفطور بالأيام العادية. تمام. يعني بتكون تحتوي على بروتين مثل البيض، الحليب، الجبنة، اللبنة، اللبن أحيانا، لبن مع شوفان. ياكل خبز؟ اكيد ناكل خبز بالكميه المقبوله، هي شيء كثير مفيد. الشغله الثانيه اللي بدنا نركز عليها كثير هي كميه السوائل. في كثير من الاشخاص تاخذ كميه كثير عاليه من السوائل على وجبه السحور، بتفكر انه هي تماما او حتطول، يعني ما حتعطش خلال فتره الصيام. هلا هذا الشيء مو صح، لانه الكليه هي بتصرف بس نص لتر خلال الساعه. فنحن اذا عم نشرب لترين مثلا على وجبه السحور حنعاني من هي القصه انه جسمنا ما حيقدر ياخده بالشكل الصح، فحيصير يتخلص منه بسرعه. فنحن مفروض انه ناخذ نص لتر على وجبه السحور، ما نتجاوز هي الكميه. والفكره الثانيه بدنا نركز على الاغذيه اللي بتحتوي على البوتاسيوم، لانه البوتاسيوم بخفف لنا العطش خلال فتره الصيام. الاغذيه اللي بتحتوي على البوتاسيوم مثل الموز، المشمش، بيحتوي على نسبه عاليه كثير من البوتاسيوم. المكسرات بشكل عام، الاغذيه اللي بتحتوي على الاوميجا 3 كمان بتخفف من كميه العطش اللي ممكن نحتاجها. فوجبه السحور ضروريه حتى عند الاشخاص اللي بدهم ينزلوا وزنهم. نعم، يعني مع هالمعلومات القيمه أريج، للأسف وقتنا خلص، حنكون معك بمعلومات تانية طبعا الأيام لسه جاية. وأيضا كنا بدنا نحكي أكثر عن موضوع الغذاء اللي هو أساس الإنسان. بدنا نتشكر وجودك معنا وشكرا للمعلومات اللي قدمتيها. شكرا لكم. أهلا وسهلا. شكرا لك أريج، شكرا لمعلوماتك القيمة، وشوفك بحلقات قادمة. أكيد.